السلام عليكم، معاكم فهد من مؤسسة الدوحة للأفلام، وعندي لكم سؤال. هل مرة شفتوا مشهد في فيلم وحسيتوا هالمشهد عظيم؟ ممكن يكون التصوير عظيم، أو التمثيل عظيم، أو الموسيقى التصويرية عظيمة. كل هذه الأشياء ممكن تخلق لحظة عظيمة في مشهد عظيم، لكن عشان يكون الفيلم فعلاً عظيم يحتاج يكون أكثر من مجرد سلسلة مشاهد. شنو اللي يخلي الفيلم العظيم عظيم؟ الناقد السينمائي روجر إيبرت قال كل فيلم عظيم تكتشفه بشكل جديد في كل مرة تشوفه. بصراحة ما أقدر أستحضر هالمقولة بدون ما يطري في بالي واحد من الأفلام اللي تربطني فيها علاقة شخصية، واحد من الأفلام اللي دفعتني لدراسة السينما. تحفة ستانلي كوبريك 2001 A Space Odyssey. هالفيلم واحد من أكثر الأفلام اللي تم تحليلها في تاريخ السينما، هذا لأن كوبريك اعتمد بشكل كبير على أسلوب بصري تجريدي لمناقشة مواضيع فلسفية عن الإنسان والتطور والمستقبل. كوبريك بحكم كونه مصور وثائقي قبل ما يكون مخرج عنده تحكم كبير على محتوى الكادر أو الإطار، واللي يسمونه في السينما ميزون سين. غالباً ما يعتمد كوبريك على السرد البصري أكثر من الحوار في أفلامه، وهذا هو الفرق الأساسي بين السينما والراديو مثلاً. السينما بصرية والراديو مسموع، عشان شي دايماً أساتذة السينما يقولون Show, don't tell. جمال السينما يكمن في قدرتها على الرواية بدون حوار. كل ما كانت الصورة عميقة، كل ما كان للمشاهد دور تفاعلي في تأويل محتوى الصورة. أناقة اللغة البصرية هي الشيء اللي يفرق بين السينما الحقيقية وبين المشاهد اللي ألفريد هيتشكوك قال إنها مجرد صور فوتوغرافية فيها ناس قاعدين يتكلمون. من هالمنطلق كوبريك قدر يصنع درجات متفاوتة من المعاني في صورة واحدة. هالشيء يدعوك كمشاهد انك تحاول تبحث عن المعنى بدل ما تتلقاه بشكل مباشر. الفيلم في تركيبة مكونة من 4 فصول ياخذنا في رحلة فلسفية عبر المكان والزمان عشان نشوف علاقة تطور الإنسان بتطور الأداء، ويسأل أسئلة وجودية عن إذا ما كان الإنسان هو العنصر الأساسي في هذه العلاقة. كوبريك وظف كل الأدوات السينمائية المتاحة له كأدوات سرد قصصي، مو بس الحوار، ولكن أيضا المونتاج والصورة والصوت وأحيانا الهدوء. كوبريك قدر في مشهد واحد ومن خلال المونتاج يختصر لنا آلاف السنين من لحظة اكتشاف الأداة الأولى إلى أدوات عصر الفضاء والأقمار الصناعية.
واحد من أطول المشاهد في الفيلم وأكثرها هدوء هو مشهد باليه الفضاء. في هالمشهد كوبريك يعرض لنا سلسلة من المشاهد اللي في لمحة أولى يبدو أن وظيفتها تراوينا المكان والزمان اللي تصير فيه أحداث القصة، مجرد establishing shots. ولكن لما نبدأ نشوف علاقة الصور بالموضوع الأساسي للفيلم بنلقى معاني جديدة. وهالأشياء ما بنكتشفها إلا بعد مشاهدات متعددة للفيلم، مثل القلم اللي يبدو أنه كان يطير بسبب انعدام الجاذبية، ولكنه أيضا يدل على فقدان الإنسان قبضته على الأداة في زمن الحداثة. في نفس المشهد نشوف المسافرين في الفضاء مثل الأطفال، يأكلون أكل مهروس ويحاولون يمشون بصعوبة ويحاولون يتعلمون كيفية استخدام الحمام، كأن كوبريك يقول لنا أن مهما الإنسان زاد علمه وظن أنه تمكن يظل طفل مقارنة بالفضاء والكون اللي حواليه. هالشي يصير أوضح لما الشخصية الأساسية ديف يكبر ويكبر لما يستوعب كونه طفل في الفضاء ويشوف الأرض ببراءة وهو محمي داخل رحم الكون. كل مرة ترجع تشوف الفيلم بيتحداك كمشاهد أنك تكتشف معانيه المبهمة، وإذا قبلت التحدي بتكتشف فيه معاني جديدة مع كل مشاهدة كأنك تشوفه أول مرة. هالشي يخلي الفيلم مو بس عظيم، بيخليه يعيش للأبد. على الرغم من إنتاجه في سنة 68، ما زال هالفيلم مرجع أساسي يلهم أفلام مثل إنترستيلر وغرافيتي وحتى ألعاب فيديو مثل Death Stranding. كل فيلم عظيم فيه ألغاز وأحياناً صعب أنك تحلها من أول مرة، ولكن طالما المخرج قرر يضيف هذه الألغاز إذن لها أهمية مرتبطة بالأفكار الأساسية للفيلم. عشان شي لما تشوف فيلم مبهم مرة ثانية لا تسأل أنا شنو اللي قاعد أشوفه، اسأل أنا ليش قاعد أشوفه.